السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصويا بين أو الفول الصويا هو واحد من أهم وأشهر وسيد المحاصيل البقولية والمحاصيل الزيتية على مستوى العالم، لأنه يحتوي على 30% من الزيوت الخالية من الكوليسترول. ولا وجد أن الفول الصويا أهميته يتميز عن باقي محاصيل البقولية لأنه يحتوي على 8 أحماض أمينية أساسية ضرورية لجسم الإنسان لتصنيع البروتين، لذلك هو مهم جدا جدا للرياضيين والنباتيين الذين يعتمدون على الغذاء النباتي. فبيدينا الفول الصويا بيمد الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية الموجودة في اللحوم. دي أول حاجة. طب نيجي ناخد الموطن الأصلي للفول الصويا، هتلاقي الموطن الأصلي هي دول جنوب شرق آسيا اللي هي الصين واليابان، ثم امتد زراعته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1804 وحاولت دول كتير جدا من أوروبا ودول العالم في زراعة وإنتاج الفول الصويا لما له من أهمية كبرى، ونجحت كثير جدا من الدول، من أهم هذه الدول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا ومصر وجنوب أفريقيا وأسبانيا. كذلك يزرع في دول آسيا في زي ما قلنا الصين واليابان واندونيسيا وكوريا الجنوبية بكميات كبيرة جدا جدا. طب القيمة الغذائية بتاعته، احنا قلنا انه بيحتوي على 8 احماض امينية اساسية ضرورية لتكوين البروتين اللازم لجسم الانسان، لذلك لانه بيدخل كتير جدا منذ زراعته من اكثر من 500 عام في كثير جدا من الأطعمة، سواء كانت أطعمة الحيوانية أو الأطعمة النباتية، وفي صناعة الأدوية هناك مجموعة كبيرة جدا من الأدوية التي تعتمد على الفول الصويا. ليه؟ لأنه يحتوي على أحماض أمينية أساسية، يحتوي على مواد كيميائية تعمل أو تذوب في الماء، وأهمها مضادات الأكسدة التي لها أهمية كبرى وعظيمة في محاربة الجذور الحرة في جسم الإنسان ومقاومة الأمراض السرطانية، وخاصة أمراض السرطانات التي تتعلق بالهرمونات وخاصة عند النساء، يعني بيقاوم أمراض عنق الرحم ويقاوم سرطان عنق الرحم ويقاوم أمراض سرطان الثدي، وكذلك يعمل على انتظام الطمس وانقطاع الطمس عند النساء، كذلك يعمل على محاربة الشيخوخة وظهور علامات التجعد في جسم الإنسان وخاصة النساء. دي أول مهمة جدا جدا ليه. حاجة مهمة جدا كذلك إن هو الكوليسترول فيه صفر. الكوليسترول فيه صفر هيعمل ايه؟ هيحافظ على عضلات القلب ويحافظ على الأوردة والشرايين ويمنح تجلط الدم، لذلك الفول الصويا مهم جدا في انتظام تناول الفول الصويا بشكل مستقيم. كذلك يحتوي على الكالسيوم بنسبة عالية جدا، هيحافظ على بناء العظام وكثير جدا من الأشياء. كذلك احنا قلنا الجلوكوز فيه او السكريات فيه بتكون صفر، وفي مننا بيقلل، عشان كده بيؤدي معلل السكر في الدم وبيمنع الأزمات القلبية وسكتات الدماغ. طب لو جينا خدنا القيمة الغذائية للفول الصويا بتاعنا، لو خدنا 100 جرام فول صويا هنلاقيه بيتكون من ايه؟ المية فيه هتلاقيها حوالي 68%، الطاقة هتلاقيها 615 ودي حاجة عالية جدا جدا، فبيدي الإنسان طاقة عالية جدا. البروتينات فيها 14% ودي نسبة كبيرة جدا جدا في البروتينات. هتلاقي الدهون فيه منخفضة حوالي 6% أو 6 جرام. هتلاقي فيه الكربوهيدرات 11 جرام. هتلاقي فيه الألياف 4.5 جرام. هتلاقي موجود فيه السكر زيرو، منخفض السكر، مفيش فيه نسبة سكر خالص. الكالسيوم هتلاقيه عالي جدا، الكالسيوم فيه 187 ملي جرام. هتلاقي الحديد فيه 3.5 ملي جرام. هتلاقي المغنيسيوم عالي جدا 75 ملي جرام. هتلاقي الفوسفور مهم جدا 194 ملي جرام. هتلاقي البوتاسيوم، ركز على البوتاسيوم عشان يديك نوم آمن ويحافظ على صحة القلب، هتلاقي فيه 620 ملي جرام كالسيوم. الصوديوم منخفض جدا 15 ملي جرام. وهتلاقي بقى مجموعة كبيرة من العناصر الصغرى اللي هي الزنك، هتلاقي فيه حوالي 9.1 ملي جرام. هتلاقي فيه النحاس حوالي 13.1 ملي جرام. هتلاقي فيه المغنيسيوم او المنجنيز هتلاقي فيه 1.5 ملي جرام. هتلاقي فيه فيتامين سي
بنسبة كبيرة جدا حوالي 19 مللي جرام، هتلاقي فيه مجموعة كبيرة جدا جدا من الأحماض الأمينية والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان. هتلاقي فيه فيتامين ألف 180 وحدة، ده وحدة هتلاقي فيه مجموعة كبيرة جدا جدا من العناصر الأساسية الضرورية. لذلك أصبح الفول الصويا هو واحد وأهم محصول بقولي على مستوى العالم. ده كان الجزء الأولاني، هننتقل مع حضراتكم إلى الحقل ونتكلم على الزراعة والجزء الثاني، تابعونا.